بسم الله الرحمن الرحيم. القانون 10 لسنة 2022 الخاص بالأماكن المجاورة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة عقودها للقانون رقم 49 لسنة 77 والتي صدر بشأنها حكم دستوري عام 2018. القانون 10 لسنة 22 صدر بتاريخ 6/3/2022، ولما صدر القانون اتكلم عن تحديد مدة عقد الإيجار وكيفية مضاعفة الأجرة وزيادتها، واتكلم عن اختصاص قضائي ولائي لتلك للموازات التي تصب بشأن تلك العقود في حالة انتهاء مدتها. طيب، أول حاجة هنتكلم عنها هي العقود اللي بتخضع لتلك القانون. أي شخص اعتباري مأجر عقد إيجار في ظل القانون 49 سنة 77 اللي هو الإيجار بنسميه القديم، يبقى بيتطبق عليه هذا القانون. لكن لو أنا كشخص اعتباري مأجر عين في ظل القانون 4 لسنة 76 ما يتطبقش عليا القانون ده. طيب، دي الحاجة الأولانية بالنسبة لنطاق تطبيق القانون. طيب، الأمر التاني بالنسبة لي إيه اللي اتدخل بيه المشرع وحدده؟ حدد لي مدة لعقد الإيجار، يعني هو جه قال لي مدة عقد الإيجار بتاعتك كام؟ يعني كعقد إيجار خاضع قانون الإيجار الأماكن 79 77 وصدر بشأن قانون 10، إن مدة حد أقصى لمدة تلك العقود هتبقى 5 سنوات، تنتهي إمتى؟ يوم 7/3/2027. ليه؟ لأن القانون بدأ تطبيقه في 7/3/2022، نحدد له 5 سنوات، يبقى نهاية المدة دي في سنة 27 في 7 مارس، ويتم إخلاء المسير اعتباره من 8 مارس. لكن السؤال يعني هل حتما إن العقد الإيجار ينتهي بهذا التاريخ؟ حتما. يستثنى من ذلك ايه؟ لو المستاجر اخل بنص الماده 18 قانون 136 لسنه 81، ما يمنعش ده ان المجر يرفع دعوه قضائيه قدام القضاء يطلب اخلاءه، قام بالتنازع عن الايجار بالتاجيل من الباطل، ما دفعش الاجره تقرر امتناعه عن سداد الاجره، اساءه استعمال العين، ايا كان من الاسباب الوارده على سبيل الحصر في الماده 18، اذا توفرت في حقه خلال ال5 سنوات يحق للمجر ان هو يرجع للقاضي الموضوع يطلب منه اخلاء العين والسيجاره متى اقام دليل على هذا السبب. طيب، سؤال تاني، طب المده اللي هي ال5 سنوات تمنع المالك والمستاجر ان يتفقوا على مده اخرى؟ لا يمنع، اللي هو التراضي فيما لم يتراضى على غير ذلك. بمعنى ان ممكن يجي المؤجر والشخص الاعتباري يقول له يا فندم تعالى نتفق اديني 6 سنين لمده عقد الايجار وخلاص، لو اتفقوا على كده خلاص، او يجي يقول له لا انا عايزها 3 سنين وامشي قبل مده 5 سنين، ده بالاتفاق. ده القسم الاولاني او البند الاولاني في تعديل الوارد بالقانون 10. طيب، الامر الثاني او التعديل الثاني الاجره. المشرع عشان يدي فرصه للمستاجر الشخص الاعتباري انه يقعد 5 سنوات الزمه بمضاعفه الاجره وزيادتها. يعني ايه؟ ان القانون قال الاجره تضاعف 5 امثال القيمه الاجراءيه المستحقه في فبراير 2022. نشوف الاجره القانونيه اللي كانت بتحصل في فبراير 2022 وليكن 100 جنيه، دي مضاعفها 5 امثال، يعني لو 100 جنيه تبقى 500 جنيه، لكن الاجره القانونيه ما بيدخلش فيها الملحقات عند مضاعفتها. يعني الاجره عندي حاجه اسمها ملحقات اجره، زي ايه؟ زي الضريبه العقاريه، استهلاك المايه لو المايه مشتركه، الكهرباء، التحسينات، هي ملحقات الاجره، اجره البواب، الحاجات دي ما بتخشش في مضاعفتها، يعني دي ما بتضاعفش ولا بتخش في الزياده. لكن تخش في الزياده اللي هي الاجره القانونيه. طبعا كان في قانون اللي هو 6 لسنه 97 حدد لنا هي الاجره القانونيه، وكان الخصوم او المجرم المسجل لجأ للقضاء في هذه الفتره بطلب تحديد الاجره القانونيه لتلك الاماكن، فالاجره القانونيه اللي انتهى ليها القضاء او تاريخ خبير هي دي اللي بيتم مضاعفتها 5 امثال، مع حساب ان الاجره القانونيه اللي صدرت في 6 97 كان تم زيادتها 10% لمدة 4 سنين، ثم صارت 2% 1% حتى تاريخنا هذا. دي برضو بتخش ضمن الأجرة القانونية في مدلولها. طيب، أنا دلوقتي وأنا بضاعف ضاعفت الأجرة بقت 5 أمثال في 7/3/2022، بيبقى عندي حاجة تانية بعد كده، إن أنا في 1/4/2022 عندي زيادة القانون 14 لسنة 2001 اللي هي بتدي المؤجر الحق في زيادة الأجرة 2% أو 1% اعتبارا من ابريل 2001 وحتى هذه اللحظه ومستمره دون انقطاع. يبقى انا الاجره لو عندي كانت 500 جنيه وضعفتها بقت 500 جنيه، باجي في 1/4 بزودها اللي هي ال 2% او 1% حسب ايه ال 2% لو كانت العين منشاه قبل 9/9/77، و1% لو كانت بعد هذا التاريخ، يعني قبل 9/9/77 تزود 2%، بعد 9/9/77 تزاد 1% اللي هو تاريخ انشاء العين قبل هذا التاريخ او بعد.
فلو الاوبر عندي بعد مضاعفتها 500 جنيه، هزود ال 2% وليكن مثلا هي 2% تعمل 10 جنيه مجازا، يبقى الاجره بقت 510 جنيه. تمام. نيجي بقى في عام بقى، في بعد كده كل عام هتزيد الاجره 15%، اجي في 7/3/2023 الاجره اللي هي ال 510 جنيه دي هتزيد 15% وازودها على ال 510 جنيه، وباجي في 1/4 ازود ال 2% بتاعت القانون 14 لسنه 2001. طيب احنا عرفنا كده ان القانون اتكلم عن تحديد مده سقف ليها 5 سنوات، وبعدين حدد الاجره زودها ل5 اضعاف ثم زياده دوريه 15% حتى نهايه المده المتفق عليه. طيب بعد كده القانون عشان هو حدد مده وقتيه استثناء للظروف الاستثنائيه اللي صدر في ظل القانون لتداعيات كورونا وخلافه، المشرع برضه تدخل وحدد اختصاص لقاضي الامور الوقتيه في اي منازعه تخص بند المده. بمعنى ايه؟ لو جت المده انتهت في 7/3/2027 والمستاجر الشخص الاعتباري رفض يطلع، يبقى بالتالي يحق للمؤجر ان يرجع لقاضي الامور الوقتيه الكائن في دائرته العقار ويطلب منه يتقدم بطلب ويصدر امر باخلاء المستاجر، لأنه يتعين المستأجر يوم 8/3/27 ومسلم العين للمؤجر. لكن لو هو ما طلعش يحق للمحكمة، يحق للمؤجر انه يطلب من قاضي الأمور الوقتية ان هو يطلب إخلاءه وتسليم العين، لكن ده لا يمنع ان المؤجر يحق له انه يرجع لقاضي الموضوع يطلب الإخلاء والتسليم. كذلك المشرع حفظ للمؤجر الحق في طلب التعويض، قال له ده ليك تعويض لو هو تخلف عن التأخير في المواعيد اللي هي المتفق عليها، اللي هو 7/3/2027. طيب ايه موقف الدعاوى المتداوله حاليا؟ يعني في دعاوى النهارده شغاله، انه بعد صدور حكم الدستوريه المحاكم اتملت قضايا ضد الاشخاص اللي اعتبرها بالاخلاء لانتهاء مده عقد الايجار. لو القانون لحق وادرك الدعوه في حال تداولها، في يعني النهارده القضيه اترفعت وصدر القانون طبع عليه، فبالتالي لا يحق المؤجر ان يطلب الاخلاء ويتعين رفض الدعوه لحين انتهاء المده لانها اقيمت قبل حلول الاجل الذي نص عليه القانون. جه في الاستئناف لحق القانون وهكذا، تمام؟ يبقى انا النهارده لو في قضيه شغاله ومتداوله يحق بالقانون بينطبق عليها بمعنى اصح. لازم نميز بين عقود الايجار قضاء الاحكام قانون ايجار الاماكن اللي بيطبق عليها نص، يعني عقد الايجار لابد ان يكون محرر في ظل القانون 49 لسنه 77 او تعديلاته. اما عقد الايجار اللي اتحرر في ظل القانون 4 لسنه 96 ما ينطبقش عليه هذا القانون.